ورجعنا لكم متابعنا من بعد الفاصل في هذه الفقرة اللي أكثر من رائعة طبعا. وأخيرا تخرجت آخر أو أول دفعة من جامعة عفة، طبعا طالبات تخصصوا في قسم صناعة الأفلام في قسم الإنتاج المرئي والرقمي. الحدث اللي شاركت فيه روتانا خليجية كراعي رسمي، طبعا حنشوف هذا الحدث في هذا التقرير ونرجع ونتكلم في التفاصيل. فتيات سعوديات يضعن أقدامهن على العتبات الأولى للريادة في صناعة الأفلام بعد تخرجهم كأول دفعة من قسم الإنتاج المرئي والرقمي على مستوى المملكة. احتفلت جامعة عفة وبرعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل المشرف العام على جامعة عفة بتخرج 14 طالبة من صانعات الأفلام المتميزة. علينا احنا انه نبرز كفاءات النساء وانه نطلع القيادات النسائية اللي محتاجينها عشان نبني وطننا. نتكلم عن تخريج مجموعة من الطالبات، هذه الطالبات بتخصصات مختلفة، فيها المخرجة وفيها الكاتبة وفيها المنتجة وفيها المصورة. هذه الدلالة أنه إحنا الآن مقبلين على خطوة جديدة، على مستقبل مختلف. طبعا رؤية المملكة 2030 وضعت دائرة للرجل وللمرأة. لو قبل 4 سنين أول ما دخلت تخصص حيكون في شيء زي كذا، ما كنت حصدق لو واحد قال لي، لأنه فعليا بجد كل سنة بيزيد، يعني الناس المجال توسع أكثر وصارت الناس محتاجته. يعني أغلب الشركات تحتاج، سواء حتى لو مو أفلام ممكن تحتاج إعلانات، ممكن تحتاجوا لأي حاجة للشغل يعني عشان تعرضها، وبالعكس بنلاقي دعم مرة كبير من الناس الكبار. يعني كان ضمن برامج الحفل عرض 15 فيلما قصيرا ومتحركا لطالبات القسم، والذين جسدوا من خلال أعمالهم قصصهم اليومية بطريقة إبداعية وبحس راقي وبجرأة نادرة، حاولوا من خلالها صياغة الواقع بفكر ومشاعر مختلفة. الفيلم حقي اسمه حرف مقيد، هو الفيلم فيلم وثائقي بيحكي التجربة حقتي فيه مع التأتأة، كيف أنا واجهت التأتأة وإنه كيف كانت زمان إنه يعني ما تخليني أتكلم مع الناس لو بيتكرر سنويا، ونفس الشعور كل ماله بيزداد لما الناس بتجي بتشوف أعمالنا، بتشوف الحاجات اللي إحنا بنعملها، ردود الأفعال الإيجابية منهم، إنه بننتقد صح بس عشان نصير أحسن. عشان أنا سعيد جدا الحقيقة بالمستوى اللي شفته النهارده، والحقيقة كمان إن أنا شايف إنها نقلة كبيرة جدا، خطوة واسعة جدا، يمكن زي ما أنا قلت قبل كده، ودي باين الطريق إن شاء الله يكون أسهل. حضور حاشد من الإعلاميين وصناع الأفلام والإنتاج المحليين والعرب الذين أشادوا بأعمال الطالبات، والتي برغم بداياتهم إلا أن أفلامهم طافت العالم وحصدت العديد من الجوائز. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. حقيقة يعني طالبات نفخر بهم اليوم في هذا المجتمع، وحقيقة يعني تجربة أكثر من رائعة تحتاج اليوم أنه إحنا نعرف تفاصيلها. عشان كذا إحنا معنا اليوم خريجتان من هذا القسم، اليوم راح يحكونا تفاصيل كثيرة عن هذه التجربة وهذا التخصص، وهما طبعا آمنة أبو رديف، وأهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي يا آمنة. أهلا. وكمان معايا هدى فودة، وأهلا وسهلا فيك يا هدى في برنامج سيدتي.
خليني ابدا معك آمنة واسالك ايش شعورك يعني بعد ما هذا كان حلم تحول الى حقيقه وقريبا جدا حيكون التخرج؟ اكيد في مشاعر لخبطه جواتك اليوم انا حابه اعرفها. صراحه لين دحين لسه ما احنا مستوعبين انه متخرجين وغير انه كمان انا هدى من اول دفعه. فيعني هذا كيف اقول لك اول طريق لينا كهذا حلم حققنا وان شاء الله من نجاح لنجاح. ان شاء الله يا رب نتمنى لكم المزيد من النجاح. وكمان هدى يعني اكيد حابه اعرف اليوم كاول دفعه في هذا التخصص اكيد يعني هذا الشيء يعني لك شيء مره كبير. هو طبعا يعني لنا كلنا شيء يعني جدا جبار بالذات انه دحين احنا بنشهد اصلا حراك نسوي واضح جدا وظاهر. هذا يعتبر جزء بسيط منه لكن مجال غريب ما هو مستغرب من بعض الناس. في نفس الوقت احنا يعني مجرد انه جامعه تفت اصلا اعطتنا الفرصه انه ندخل ده المجال اللي 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 اعتقد الكثير من الناس استغربوا. هو بحد ذاته يعني شرف بحد ذاته. حنتكلم في جزئيه هذه الاستغراب لانه اكيد في تفاصيل كثير عنها حابين تحكوني عنها اليوم. يعني لو سالتك أمنى اكثر جزئيه صعبه في هذا التخصص اللي هي مثلا ممكن تكون الدراسه ولا ثقافه المجتمع عن هذا التخصص، ايش الصعب بالنسبه لكم كان؟ الصراحه هو الاثنين، يعني كل واحد كان لي افكت غير علينا. ايش اللي كان اصعب بالنسبه لك؟ يعني دراستك في الجامعه ولا كيف نظره الناس، كيف ثقافه المجتمع حتتقبل ما راح تقبل؟ هو الاثنين. بس الواحد لما بيسوي شيء اللي يحبه ما حيحس بالصعوبه دي. يعني الواحد لما يكون مركز في شغله لما يعني بيعمل الشيء اللي زي شغفه ما حيحس بالصعوبه، ما في شيء حيوقفك من اللي بتسويه. صحيح صح. طيب هدى لو قلت لك كلميني عن مجموعة الأفلام، أكيد تم استعراض بعض الأفلام في الحفل، كلميني عنها وشايفة بإيش تميزت هذه الأفلام؟ هو طبعا الأفلام اللي انعرضت كانت للدفع اللي بعدنا جو، أفلامنا إحنا كانت قليلة شوية اللي هي الدفعة حقتنا، فأنا عن نفسي كنت يعني ما شاء الله متفاجئة جدا بالمستوى اللي وصلوا له، يعني كان المستوى جدا رائع. يحضرني واحد من المشاهدين قال تعليق انه بعض الافلام البنات كان لهم بصمتهم الخاصه، يعني كان شفتي كيف لما انت تشوفي افلام لمخرجين كبار تعرفي الفيلم هذا مين اخرجه من بصمته. ففي بعض بنات تميزوا واثبتوا وجديتهم في الفيلم. اتوقع اصلا هذا التخصص او التخصصات اللي فيها بعض من التعب في يعني في نطاق العمل وكذا ما يخشها الا اللي هو حابب فعلا هذا المجال، يعني مو اي احد يتحمله. الواحد كمان لازم يكون عنده كرياتيفيتي ولازم يكون عنده احس فكر مره كبير انه دحين المجتمع كلهم يبغوا شيء جديد. صح. يعني مهما كان ايش اللي جوه الحاجه يعني، لكن اول ما يشوفوا شيء جديد على طول بيلفت انتباه ليهم مره. صحيح. بس خليني اسالك عن الدعم اللي قدمت لكم هو جامعه عفرت، يعني في ايش شفتوا انه هي ساعدتكم هذه الجامعه؟ صراحه ساعدتنا مره كثير من ناحيه حتى انه عده ودعم. يعني في احنا نحتاج دعم اكثر صراحه، لكن الجامعه انها سفرتنا وبتودينا مهرجانات وبتخلينا نشارك اصلا وفزنا ما شاء الله بكذا جائزه. ما شاء الله تبارك الله. فلا الجامعه ليها يعني فضل كبير. حلو. طيب انت قلتي نحتاج دعم اكثر، فايش في اي جانب تحتاجون دعم؟ ان كان في الافكار، انهم يخلونا نشتغل، يدون المجال انه احنا نطلع ونشتغل مع افلام كبيره او حتى اذا كانت مشاريع صغيره. ما حد من الحضور قدم لكم بعض العروض او صراحه الا في كثير. هو اصلا في نفس الحفل كان في قسم خاص للشركات انهم يعرضوا هم ايش عندهم واذا احد بيروح يعمل عندهم تدريب صيفي، فالا صراحه الجامعه يدونا يعني الفرصه. جميل جميل. وهدى كيف كنت شايفه اراء الحضور؟ كيف كانوا يعني اكيد يعني كان في من الحضور زي ما ذكرت آمنة انه في ناس في هذا المجال وكبار في هذا المجال، فكيف كانت ارائهم؟ كانت اغلب ارائهم يعني الحمد لله ايجابيه. كان في المخرج حق فيلم بلال برضو اعطى ايمن جمال ايوه اعطى راي كان يعني جدا محفز انه فعلا الافلام صح انها كانت اغلبها قصيره لكن وصلت للفكره، وهذا
هذه نقطة هذا الهدف يعني. أيوة. بنشوف أفلام طويلة وفي النهاية يخلص الفيلم وأنت ما أنت عارفة إيش الفكرة بالضبط. الفيلم بالضبط. فهذه نقطة كبيرة إنه البنات قدروا فعلا أنهم يوصلوا الفكرة عبر صحيح. طبعا أمنة وهدى حنرجع ونكمل حديثنا، لكن متابعينا رح نطلع لفاصل قصير ومن بعد نرجع ونكمل حديثنا في هذه الفقرة، فاستنونا. رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل، طبعا مكملين فقرتنا هذه، ومعايا اليوم زي ما عرفتكم قبل الفاصل معايا خريجتان من قسم طبعا الانتاج المرئي بجامعه عفت، وهم اول دفعه في هذا القسم، واليوم ان شاء الله يعني راح ناخذ منهم تفاصيل اكثر عن هذا القسم. ارجع لك امنه وارحب فيك مره ثانيه. امنه خليني اسالك، اليوم اكيد في خطط مستقبليه بعد التخرج حطتها لنفسك، من ضمن هذه الخطط يعني غششينا كذا شويه، ايش عندك خطط للمستقبل؟ انا دحين قاعده اشتغل على فيلم وثائقي اللي هو مشروع تخرج حقي، وانا قاعده ابحث قبل ما اصور الفيلم، يعني كان عندي هدف معين، ادور على معلومات معينه وخاصه اعمل الفيلم. فبعد ما صورنا وكل حاجه في معلومه عرفناها يعني بتحفزني اعمل جزء ثاني. حلو. ايش يعني معلومه من الجامعه؟ ما حقول، لا لا معلومه من نفس الرحله اللي بسويها في الحمل والفيلم الوثائقي. فممكن اعمل جزء ثاني، يعني ممكن هذا يكون شيء بشتغل عليه. جميل. طيب اكيد وانت بتعملي بحث التخرج في افلام مثلا شفتيها حسيتي انه انت ممكن تاخذي منها خبره، ممكن تاخذي منها تجربه، ايش الاشياء اللي في الافلام تحسي انه انا مستحيل اقرب من هذا الشيء او هذا الشيء غلط، عرفتي انه هو ما ينفع؟ اني ما اقلد، يعني مو مثلا انا اشوف فيلم عشان مثلا اقلد الستايل حقه. حلو. ولا يعني ممنوع اقلد ابدا، يعني اشوف افلام عشان مثلا يوحيني يدوني افكار، لكن اني اقلد هذا مره شيء غلط، اصلا حيبان الناس اللي حيفهموا في الافلام حيعرفوا على طول انه هذه مقلده الشيء الفلاني بالضبط. ايوه فلازم يكون لك بصمتك. طيب هدى خليني ارجع لك واسالك، يعني قد ايش اليوم احنا عندنا افلام عربيه مره كثير، وكمان مؤخرا افلام سعوديه برضو كثيره. اليوم ايش رايك في كل هذه التجارب في الافلام اللي بتصير اليوم؟ تخلي الواحد ينبسط، لانه في فعلا في شباب موجود، في شغف موجود. الافلام اللي بنشوفها بتتطور، يعني مثلا لو نطالع في يوتيوب من يوم ما بدا الى اليوم، كان هو المحطة الوحيدة للشباب انهم يطلعوا ابداعاتهم. صحيح. دحين احنا بنتطلع انه نروح برا، نروح اكبر، نروح لمهرجانات، نعمل عروض افلام. هذه الاشياء كلها تحتاج دعم. دعم يمكن اكبر من المادي، دعم معنوي، انه المجتمع بالضبط يحس انه المجتمع متقبلين. ايوه يتقبل، يقدر. احنا فعلا بنحاول نطور، احنا والمجتمع بنحاول نطور. صحيح. فنحتاج التقبل من المجتمع. اكيد اكيد. طبعا جامعه عفت قدمت دعم كبير جدا لهؤلاء الطلاب، لكن اليوم معانا طبعا عبر الهاتف دكتوره ميرفت الشافعي، وهي عميده كليه عفت للعماره والتصميم، واللي راح تعطينا تفاصيل اكثر عن الدعم اللي قدمته الجامعه للطالبات. يا اهلا وسهلا فيك يا دكتوره. دكتورة ميرفت، دكتورة يا ريت تسمعيني. أيوة. بس من التليفون وتوطي التلفزيون إذا ممكن. أهلا. يا هلا فيك دكتورة. خليني أسألك في البداية، تخرج 14 طالبة ما شاء الله تبارك الله من قسم الإنتاج المرئي وهم أول دفعة، يعني هذا الشيء قد ايش ممكن الجامعه تساعدهم فيه بعد التخرج؟ هو احنا بدانا معاهم من بدري جدا، بدانا حتى من قبل ما هم يجوا الجامعه اساسا. الامكانيات اللي كانت بتتوفر من برنامج، من اعداد، ومن مواد اكاديميه، ومن معدات، لانه البرنامج ده من اكثر البرامج المكلفه تعليميا، لانه كل اللي بيشتغل في الاعلام يعرف قد ايه الاعلام شيء مكلف. صحيح. فالحقيقه انه الجامعه وفرت استديوهات تصوير واستديوهات صوت وكاميرات زي اي مجال في اعلام.
يعني وفرت لهم الدعم المادي، بس اكيد هم في حاجه دعم كمان، فرص، اتاحت فرص لهم بحيث ان هم يعني يطلعوا طبعا المواهب اللي عندهم. طبعا هي دي حاجه حصلت خلال يعني مادتين، كل ماده فيهم الطالبه بتطلع لتدريب صيفي على ماده صيفي كامل، تقعد 240 ساعه في مكان تتدرب فيه كاعلاميه مع الناس اللي في الموقع، بتعمل الشغل اللي بيعملوه كمعده او كحامله كاميرا، كل شيء ممكن يكون بتتأدى، بتكتب اللي هي الاعداد، كل شيء. ولذلك هم يعتبروا درسوا اكاديميا واحترافيا في نفس الوقت. حلو، جميل. الحمد لله احنا خلال الاحتفاليه بتخرج بناتنا ال 14 في نفس اليوم ده، وقعت رئيس الجامعه اتفاقيه مع مدينه الانتاج الاعلامي بمصر في القاهره، شراكه اكاديميه وعمليه. دلوقتي بناتنا ان شاء الله باذن الله مش بس هيروحوا يتدربوا خلال فتره تدريبهم الصيفي في سنه ثالثه وسنه رابعه، دول كمان يقدروا يروحوا يشتغلوا هناك ويبداوا اعمالهم بشكل عملي في الموقع. حلو، جميل، جميل جدا. لكن دكتورة خليني أسألك، عشان يعني تخرج 14 طالبة من هذا القسم وهم أول دفعة، هل هذا يعتبر بأنه إحنا دخلين على مرحلة جديدة، مرحلة فيها تطور أكثر؟ كيف شايف الفترة الجاية؟ الفترة القادمة حتشوف تخرج طالبات إن شاء الله في كل سمستر، في كل فصل أكاديمي، في مجموعة جديده جايه ان شاء الله تشارك في سوق العمل. انت عارفه ان بعضهم اوريدي بيشتغل، هم عارفين يعني صحيح. هم بيشاركوا في سوق العمل يمكن بعد المسلسل، لان هم ما شاء الله يمكن المستوى اللي بيوصلوا يعتبر مستوى احترافي. في بعضهم بدا بالكتابه فعلا، فعلا حاجات اتكتبت واخذت جايزه في مهرجان الفيلم السعودي بالدمام يمكن يعني شهر واحد. وهم نفسهم الطالبات كسبوا النحله الذهبيه في مهرجان الفيلم السعودي لاعمال الطلبه. فما شاء الله يعني نوره ونور الاثنين اشتركوا في فيلم الاوتوبيس اللي حصل على جائزه النحله الذهبيه للفيلم الوثائقي. فاحنا بنتكلم على لسه هم لسه ما تخرجوش لسه اثناء الدراسه وبياخدوا النحله الذهبيه. صحيح، يعني هذا شيء جدا مشرف اكيد. للمستوى العالمي باذن الله ويجيبوا لنا الجوائز ان شاء الله باذن الله. المحتوى العلمي والاكاديمي اللي هيقدمه لنا في الاعلام وفي الترفيه هو ده الامل لنا، ان احنا نشوف ان شاء الله في السنوات القادمه اعلام سعودي ومحتوى ترفيهي سعودي خاص بالسعوديه وطالع من قلب بنات السعوديه. ده اللي هيخلينا نحس بالانجاز اللي احنا نتمناه في الجامعة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن 14 طالبة في اول دفعة، يعني كيف تتوقعي الاعداد في السنوات القادمة؟ هل ممكن تزيد؟ السنوات القادمة هتحمل يمكن زيادة شوية كل سمستر، بس احنا الحقيقة مش هنقدر ناخد عدد كبير قوي، لان التعليم بيحتاج تعليم فردي، كل طالبة فيهم لازم يكون في اشراف فردي عليه، لان كل شخص بيحاول انه ينمي اتجاهه الشخصي. احنا لا يمكن نفرض على اي طالبه اتجاه معين، بالعكس هي الهدف انك بتطلعي فنانه قادره على تمثيل كل المشاعر والفكر والخلق اللي هي بتفكر فيه الى قلوب المشاهد، فلازم يكون في زي تقولي شخصيه مميزه لكل طالبه احنا بنحاول ان احنا نوصل بيها قبل ما تبقى خريجه من جامعه اسد، هي تكون عندها تخطيطها المميزه اللي تحس انها هتقدم لنا شيء احنا نحس بيه ونتفاعل معاه. هذا اكيد دكتوره. لكن خليني كمان اسالك، بما انك معانا اليوم متواجده، لكل الطالبات اللي قاعدين يتفرجون علينا الحين او الخريجات من الثانويه يعني جديد وحابين ان هم يتخصصوا في هذا المجال، ايش الشروط اللي لازم او يجب ان تتوفر في الطالبه عشان تقدر تبدع في هذا المجال؟ يمكن هنصحهم ان هم تحس بنفسها ان عندها رساله عايزه توصلها للاخرين، دي اهم شيء، انها تحمل رساله تتعب عليها وتشتغل عليها. يمكن بناتنا عارفين هند
وعارفين قد ايه هم تعبوا خلال السنوات دي، صبروا كثير. اهم شيء الصبر، انه الصبر يخلي الانسان يعيد شغله مره الاثنين وثلاثه لحتى ما يوصل في قرار نفسه بقناعه ان انا شغلي ده وصل الى مستوى اقدر اتواصل به مع الاخرين. صحيح. ويمكن احنا عارفين كويس ان الصوره المرئيه او الكلمه المسموعه هي يعني بتوصل بالانسان الى فكر كبير جدا، بس تغيري بيها تفكير الشخص المشاهد وهو بعيد عنك، انت ما بتكونيش معاه خالص، ولكن في الحقيقه هو يمكن ان يتوصفه رساله تكون بكلمه واحده تغير كل حياته، وهو ده هدفنا، ان احنا نعمل تغيير مجتمعي وتغيير في فكر الانسان المعاصر علشان يوصل ان شاء الله للمستقبل المضمون واللي نعمل كلنا فيه بإذن الله. إن شاء الله دكتورة ميرفت الشافعي، شكرا لك، وأكيد إحنا فخورين جدا بكل المجهودات اللي قدمتوها لهؤلاء الطالبات، وشكرا لكم طبعا. أرجع لك آمنة، خليني أسألك آمنة، كيف ممكن أنتم تدعمون الدفع الجاية اللي حيكونوا إن شاء الله بإذن الله خريجات من هذا القسم؟ بما أنكم أول دفعة فأكيد يعني ممكن تقدمون مساعدة للدفعة اللي بعدكم. أول حاجة بقولهم هي أنه لازم يصبروا، يعني احنا صبرنا كثير، فاول حاجه لازم يصبروا، وثاني حاجه زي ما قالت دكتور ميرفت انه لازم يكون عندهم رساله، يعني مو بس يدخلوا انه مره حلو افلام، لا، يعني كل بنت لازم لها رسالتها اللي تبي توصلها للناس بطريقتها، لانه بالنسبه لنا احنا دحين افلام زي يعتبر زي سلاح بالنسبه لنا، نقدر نوصل فيها رسالتنا. صحيح. فانا هذا اللي اقول لهم. هو صحيح. طيب هدى، أكيد طبعا لكل مخرج عشان يكون متميز في هذا المجال لازم أنه هو يختار نوعية أفلام معينة، أو يعني ما يشاطر نفسه، أو يعني حلو التنوع وحلو أنه يجرب كل حاجة، لكن الأحلى أتوقع أنه يكون في خط مميز. فأنت الأفلام اللي أنت حابة أن أنت تشتغلين فيها إيش نوعيتها؟ أول شيء بأرجع للحتة الأولى من السؤال وهي على مسألة التنوع. في الجامعة اللي حيتخصص في المجال ياريت انه هو ينوع، يعني يحاول انه مثلا يدخل في كوميدي، يدخل في دراما، يدخل في رعب. حلو. عشان يعرف ايش فعلا ايش بعدين يختار. ايوه ايش اللي يختاره. انا بالنسبة لي عرفت مثلا انه انا ما بكون فقط مخرجة، انه انا بكون مصورة، انا بمسك انتاج مونتاج زي كذا، يعني الواحد لما يدخل المجال فعلا يكتشف نفسه. صح. ومع شغله يكتشف نفسه بزياده، يعرف هو فعلا ابدع في ايش واخطا في ايش. يعني انت من وجهه نظرك مو ما ينفع انه احد يركز مثلا على شيء واحد، يعني انا بكون مخرج فقط او انا بكون معد فقط، لا، لازم انه يجرب كل حاجه. فعلا، وفي بنات كثير فعلا كان في بالها انه انا ابى اكون مخرجه. وبعد نهايه السنه الرابعه اكتشفت انه لا، انا ممكن ابغى اكون ماسكه الساوند الصوت، او ابغى اكون مصوره، ابغى اكون جرافيكس زي كذا. ف يعني فعلا يعني يحتاج انك تعرفي نفسك في المجال. صح. حلو. طب وانت حابه ان انت تتخصصي في شيء واحد، ولا زي هدى حابه ان انت تكوني كذا حاجه مع بعض؟ لا بالضبط زي ما هي بتقول، يعني حتى انا ما احد يسالني ايش تبي تكوني، بقول لهم انا كل حاجه، يعني مثلا حطوني في ست اقدر اكون اي حاجه، ان كان ساوند. الغريب ان انتم مو خايفين، يعني انه دائما يقولوا انه لا، الافضل ان تركز في شيء واحد، يعني ابو بالين كذاب زي ما يقولوا. لا بالعكس، يعني مثلا اذا تمسكت في شيء واحد ما احس حيجيني فرص عمل اكثر، لازم اكون مفتوحه يعني اي فرصه تجيني، ان كان ساوند، ان كان دايركتنج، ان كان ممكن يعني تقومي بالفيلم كامل لوحدك. هذا اللي احنا سويناه تقريبا في الكابستون، كل بنت تقريبا عملناه كثير. يعني انا الدوكيومنتري حقي كنا بس بنتين، بس فيلم كامل. كيف سويتوه هذا؟ قسمنا شغل على بعضنا وظبط الحمد لله، يعني نقدر. حلو. طيب احنا طبعا معانا فيلم ليك يا هدى، فراح نطلع ونشوف فيلم هدى ونرجع ونكمل حوارنا مع هدى وآمنة، فخلينا نروح نتابع. Each other, but you know I would, but you know I would.
هذا طبعا كان فيلم هدى، وحنرجع ونعرف تفاصيل كيف تم يا هدى لما سويت الفيلم، ايش اللي صار، حكينا تفاصيل كذا. هذا مجموعة افلام اللي اشتغلت عليها خلال 4 سنين في الجامعة، مقتطفات بس من الافلام اللي اشتغلت عليها، هي تقريبا يمكن 5 أو 6 أفلام في هذه كانت في اول مرة لك ولا مو المرة الاولى انك انت تشتغلي افلام يعني لوحدك؟ يعني لا ما كانت المرة الأولى. لا ما كانت المرة الأولى. طب إيش الأشياء اللي صلحتيها بعد كذا؟ يعني مثلاً شفت إن أنت نفسك غلطتي في الفيلم الأول لك في أشياء معينة، وبعد كذا قلتي لا أنا حصلح هذه الأشياء. طبعاً يعني أنا لما بنفسي أشوف أفلامي حقت مثلاً أول سنة تختلف 180 درجة عن الأفلام حقت رابع سنة، ففعلاً يعني حتى في صار الخبرة أكثر. أيوة طبعاً. والواحد ينتقد نفسه أفضل، يعني ينتقد نفسه ويسمع انتقادات الناس. حلو حلو. طبعاً أنا خليني أسألك زي ما قالت هدى إنه ينتقد نفسه ويسمع انتقادات الناس، لو جاتك انتقادات راح تزعلين ولا تاخذينها بعين الاعتبار؟ مرة أخذها بعين الاعتبار مرة، يعني أنت عارفة أحس هذا هو أصلاً أي شيء عندنا بينتقد يعني، فمن الانتقادات اللي أوكي ينفع ناخذ بيها، وفي الانتقادات اللي هي مجرد تحطيم ناخذها كلها، حتى اذا كانت تحطيم بالعكس هذا محفز لي يعتبر يعني. حلو. إيه. حلو. طيب ايش تنصحين لكل اللي قاعد يتابعنا وحب انه هو يدخل هذا المجال؟ انه يسوي اللي هو يبغاه، ما يهتم مره بكلام الناس، لانه مع انه هذا شيء صعب وشيء جديد، احنا اول دفعه يعني كده. خلاص. وهدى أنا عندي أكبر نصيحة، نرجع لموضوع الانتقاد، فعلا المخرج أي شخص في أي مجال لازم يسمع. صح. لازم يسمع، سواء انتقاد كان جيد أو لا لازم يسمع ويشتغل على نفسه، وإن شاء الله حينجح بإذن الله. طبعا أمنة وهدى أتمنى لكم المزيد من النجاح. أمنة نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، وأكيد هدى أيضا نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، نتمنى نشوف لكم أفلام أكثر وأكثر بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لك. طبعا متابعينا فقرة سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل. توطين العمل في المراكز التجارية في المملكة قرار يشجع كل سيدة سعودية على الإبداع في التسويق.